السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس من دروس الأساليب، وهو بعنوان أسماء الإشارة. ودلوقتي هنتعرف مع بعض يعني إيه أسماء الإشارة. إيه هي أسماء الإشارة يا سنة أولى؟ أسماء الإشارة هي أسماء تستخدم للإشارة إلى عاقل أو غير عاقل. يبقى دي أسماء أنا بستخدمها عشان أشاور لحاجة ممكن تكون عاقل ممكن تكون غير عاقل. ويأتي بعد اسم الإشارة اسم يسمى مشار إليه. يبقى بعد اسم الإشارة اللي أنا بستخدمه الشيء اللي بيجي بعديه بيسمى مشار إليه، وده اللي هنفهمه إن شاء الله من خلال الأمثلة. تعالوا نتعرف مع بعض على أسماء الإشارة اللي هناخدها مع بعض السنة دي. هذا، هذه، هؤلاء. مرة كمان يا سنة أولى. هذا، هذه، هؤلاء. ودلوقتي هنتعرف على كل اسم من أسماء الإشارة متى يستخدم. تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي موجود في الصورة قدامنا. أول صورة دي صورة إيه؟ هي صورة طبيب. وتاني صورة صورة ولد. وتالت صورة صورة مدرس. طب يا ترى ايه هو اسم الإشارة اللي انا هستخدمه مع هذه الصور؟ هي انا عندي طبيب، فانا لما اجي اشاور هقول ايه؟ هذا طبيب. والولد هقول هذا ولد. والمدرس هقول هذا مدرس. طب انا كده عرفت ايه؟ ان انا بستخدم هذا، ده اسم إشارة بستخدمه مع المفرد المذكر العاقل. يبقى هذا بستخدمه مع ايه؟ مع المفرد المذكر العاقل. هذا طبيب، هذا ولد، هذا مدرس. وطبيب والولد والمدرس ده انا بسميهم مشار اليه. يبقى بسميهم ايه؟ المشار اليه. يلا يا حبايبي، شايفين ايه كمان في الصورة دي؟ ايه شايفين؟ صورة باب وصورة قلم. طيب الباب والقلم دوت، هل دي حاجة مفرد؟ اه حاجة مفرد وبتدل على مذكر. يبقى انا هستخدم معاها اسم الاشارة هذا. يبقى انا هشاور على الباب وهقول هذا باب، وهشاور على القلم واقول هذا قلم. يبقى انا كده عرفت ان انا كمان ممكن استخدم هذا مع المفرد المذكر الغير العاقل. الباب والقلم غير عاقل. يبقى هذا ليها استخدامين، بستخدمها مع المفرد المذكر العاقل، وكمان بستخدمها مع المفرد المذكر الغير عاقل. تاني حاجة عندنا من أسماء الإشارة هذه، إمتى بستخدم هذه؟ تعالوا كده نشوف الأول الصور اللي معانا. أول صورة صورة مهندسة، وصورة بنت، وصورة طبيبة. هنلاحظ إن كل الصور دي بتدل على مفردة مؤنثة. مفردة يعني بتدل على حاجة واحدة وفي نفس الوقت مؤنثة. طيب يبقى أنا ساعتها هستخدم اسم الإشارة هذه. يبقى هذه تستخدم مع المفردة المؤنثة العاقل. هذه مهندسة، هذه بنت، هذه طبيبة. يبقى كلهم مفردة مؤنثة وبتشير إلى العاقل. بتشير إلى إيه؟ بتشير إلى العاقل. هذه ده اسم إشارة، والمهندسة بسميها المشار إليه. هذه بنت، البنت برضو بسميها المشار إليه. هذه طبيبة، والطبيبة بقول عليها المشار إليه. يبقى هذه بتيجي مع المفردة المؤنثة العاقل. هذه كمان ممكن استخدمها مع الغير العاقل. يبقى هذه ممكن استخدمها مع ايه؟ مع المفرد المؤنث الغير العاقل. زي ما احنا شايفين كده من خلال الصور، انا عندي صورة سمكة وصورة قطة، وكل الصور دي بتدل على غير عاقل وفي نفس الوقت مفردة مؤنثة. يبقى انا هستخدم مع هذه ايه؟ مفرد مؤنث غير عاقل، وهقول هذه سمكة، هذه قطة. يبقى هذه بستخدمها مع المفردة المؤنثة العاقل زي ما قلنا في الأمثلة اللي فاتت، وكمان بستخدمها مع المفردة المؤنثة الغير عاقل زي هذه سمكة، هذه قطة. هذه اسم إشارة، والمشار إليه السمكة والقطة. طيب أنا ممكن أستخدم هذه مع إيه تاني؟ بصوا كده، إحنا شايفين إيه من خلال الصور؟ أول صورة عندي صورة أقلام. عندي صورة إيه؟ صورة أقلام. طب كلمة أقلام دي جمع ولا مفرد؟ قال لي كلمة أقلام بتدل على جمع، والجمع دوت هو ما يدل على أكثر من اثنين. هو ما يدل على أكثر من اثنين. طيب أنا لما يكون عندي جمع وفي نفس الوقت غير عاقل بستخدم اسم الإشارة هذه. يبقى هقول هذه أقلام. طب تاني صورة معايا صورة إيه؟ صورة كتب. شايفين عندي كم كتاب؟ أنا عندي كذا كتاب.
بيدل على اكثر من اثنين، يبقى هستخدم اسم الاشاره هذه، هقول هذه كتب. يبقى كده عرفت امتى بستخدم هذه، بستخدمها لو كان عندي جمع غير عاقل. يبقى لو جالي حاجه جمع غير عاقل بستخدم معاها اسم الاشاره هذه. يبقى احنا اتفقنا هذه بستخدمها في 3 حاجات: المفرده المؤنثه العاقل، والمفرده المؤنثه الغير العاقل، واخر حاجه بستخدمها مع الجمع غير عاقل. يبقى بستخدم هذه مع ايه؟ مع الجمع الغير العاقل. هذه اقلام، هذه كتب. اخر حاجه هناخدها من اسماء الاشاره هؤلاء. طب امتى بستخدم هؤلاء؟ قال لي بستخدم هؤلاء مع الجمع المذكر والمؤنث العاقل. يبقى بستخدم هؤلاء مع الايه؟ مع الجمع المذكر والمؤنث بشرط ان يكون عاقل. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، اول صوره معانا صوره اطباء. اطباء دي بتدل على ايه؟ بتدل على جمع مذكر وفي نفس الوقت عاقل. يبقى استخدم معاها هؤلاء وهقول هؤلاء اطباء. طب تاني صوره معانا صوره ايه؟ صوره بنات. طب وبنات دي بتدل على جمع مؤنث، هستخدم معاها اسم الاشاره هؤلاء وهقول هؤلاء بنات، هؤلاء بنات. يبقى هؤلاء بتستخدم مع جمع المذكر وجمع المؤنث بشرط ان يكون عاقل، بشرط ان يكون عاقل. تعالوا مع بعض كده نشوف القاعده. هذا تستخدم مع المفرد المذكر العاقل وغير عاقل. هذه بستخدمها مع المفردة المؤنثة العاقلة وغير العاقلة، وكمان بتستخدم مع الجمع الغير عاقل. آخر حاجة هؤلاء بتستخدم مع الجمع المذكر وجمع المؤنث بشرط أن يكون عاقل. يبقى بستخدم هؤلاء مع إيه؟ الجمع المذكر وجمع المؤنث بشرط أن يكون عاقل. تعالوا نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه. سل اسم الإشارة بما يناسبه. أنا جايب لي أسماء إشارة وجايب لي المشار إليه وعايزني أوصلهم ببعض. أول حاجة عندي هذا وهذه وهؤلاء، والصف الثاني عندي أولاد ولد وبنت. هبتدي أوصل اسم الإشارة بالمشار إليه. هذا هوصلها بإيه؟ هذا ولد، واتفقنا إن هذا اسم إشارة بستخدمه مع المفرد المذكر. هذه بنت تستخدم مع المفردة المؤنثة. هؤلاء أولاد، عشان احنا قلنا إن هؤلاء بتستخدم مع جمع مذكر. تعالوا نشوف مع بعض السؤال التاني بيقول حول الجمل كالمثال. تعالوا نشوف مع بعض المثال الأولاني هذا ولد. المثال الأولاني هذا ولد اتحول بقى هؤلاء أولاد، يبقى أنا حولت من مفرد لجمع، حولت من إيه؟ من مفرد إلى جمع. طب تعالوا نحل مع بعض المثال التاني هذا قلم. هحول المفرد للجمع ازاي؟ هذا قلم. لو جيت جمعت كلمة قلم هلاقيها أقلام، ولو جيت بصيت لكلمة أقلام هلاقيها إن هي جمع غير عاقل، يبقى أنا هحول هذا لهذه وهتبقى هذه أقلام. تالت مثال هذه بنت، هحولها للجمع وهتبقى هؤلاء بنات، لأن بنات بتدل على جمع مؤنث فبستخدم معاها اسم الإشارة هؤلاء. هنتكلم مع بعض عن حاجة النهاردة اسمها المتاجر والأسواق. يبقى هنتكلم عن حاجة اسمها المتاجر والأسواق. طب يعني ايه المتاجر والأسواق؟ زي ما احنا شايفين كده من خلال الصورة اللي قدامنا دي بسميها متجر بقالة. يبقى الصورة اللي قدامي دي اسمها ايه؟ متجر بقالة، حاجة عاملة زي السوبر ماركت. طب ايه الحاجة اللي انا اقدر اشتريها من السوبر ماركت؟ واضح من خلال الصورة اللي قدامنا، تقدر تشتري أرز، مكرونة، تشتري أي خضار، تشتري طماطم، تشتري بطاطس، خيار، واشياء تانية كتير تقدر تشتريها من السوبر ماركت، وده بسميه متجر بقالة. بسميه ايه؟ متجر بقالة. تاني صورة معانا من المتاجر والاسواق صورة صيدلية. طب ايه الحاجة اللي بنقدر نشتريها من الصيدلية؟ اهم حاجة بنقدر نشتريها من الصيدلية الادوية. يبقى بنشتري ايه من الصيدلية؟ الادوية. وكمان ممكن نقدر نشتري ادوات النظافة الشخصية ومنها الفرشاة والمعجون. يبقى كمان بشتري ادوات النظافة الشخصية من الصيدلية زي الفرشاة والمعجون، ونقدر نشتري اشياء تانية كتير خالص. تالت صورة معانا صورة مكتبة. طيب احنا نقدر نشتري ايه من المكتبة؟ نقدر نشتري منها الادوات المدرسية زي الكتب والاقلام والكراسات والمساطر واشياء تانية كتير بقدر اجيبها من المكتبة.
اخر صورة معانا صورة السوق. طيب احنا نقدر نشتري ايه من السوق؟ نقدر نشتري جميع انواع الخضروات وجميع انواع الفواكه، وكل هذه الاشياء بنقدر نجيبها من السوق. يبقى كل هذه الاشياء بنقدر نجيبها من الايه؟ من السوق، زي ما هو كده باين قدامنا في الصورة، الطماطم والخيار والبصل وجميع او اي نوع من انواع الفواكه بقدر اجيبه من خلال السوق. تعالوا نشوف مع بعض سؤال المتفوقين. السؤال بيقول رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. الكلمات اللي عندي ملونة، أسماك، هذه. هنبتدي نفكر في السؤال ونرتب، وهستنى الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.